يبقى من أول المزمور واحد بيقول له أنا أنت وحشني يا رب، أنا عطشان زي الإيل كده، وأنا في أصوات بتقول لي فين ربنا بتاعك، وبفتكر ذكريات جميلة فقلبي يوجعني أيام الأعياد، والذكريات دي بتوجع قلبي لأني مش طايل أتراءى قدامك زي الأول. لماذا أنت منحني يا نفسي؟ لماذا تأنين فيا؟ ترجي الله. يبقى أنا بيحايل نفسه وبيقول لها زعلنا ليه نفس؟ طب ما احنا في الآخر ما عندناش غير ربنا، ما تقولي يا رب. لما تكون زعلان من ربنا برضو روح لربنا، زعلان من الناس روح لربنا، زعلان من الظروف روح لربنا، زعلان من نفسك روح لربنا. هتروح لمين لو زعلت من ربنا؟ تروح لربنا، مش تشكي ربنا للناس. فهنا بيقول لها انت زعلانة ليا نفسي، طب ما تروحي لربنا تقولي له انا زعلانة انا تعبانة. فكأنه بيعالج نفسه بالكلمتين دول، لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ لماذا تأنين فيا؟ ترجى الله. ليه تفضلي تتأوهي كده ويصعب عليك وما تكلميه؟ ترجى الله لأني بعد أحمده. يعني إيه؟ يعني مش هبطل أشكر. أنا جميل أوي. يعني يا رب مهما عملت فيا هرجع أقول لك شكر وحمد ليك. كفاية إنك خلقتني واستحملتني وخلصتني وبتسمعني، شوف اللي انت عاوز اعمله في الاخر. لاني بعد احمده معناها انا هتحدى مشاعري واقول اشكرك يا رب. يبقى قبلها بيقول صعبان عليه وموجوع ومش وعطشان وخلاص ملهلب من جوه عاوز نقطه ميه ودموعه زي الاكل والشرب صبح وليل ونفسه هيج عليه اسكب نفسي عليا وذكرياته بتوجعه وتجرحه، وبعدين يرجع يقوله برضه هقول لك شكر. حتى لو نفسي حزينة هجيلك وأقول لك شكرا على كل حال. لماذا تأنين فيا؟ ترجى الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. لأجل خلاص وجهه ضمنيا معناها لأني متأكد أنه هيخلصني بنفسه، هيجي ويخلصني. دي طريقته، يتأخر قد ما يتأخر بس ما يسيبنيش على طول، ما بيتخلاش عن ولاده. فلأجل خلاص وجهه يعني وجهه ينير علي ويأتي الخلاص مع وجهه، يعني يحصل استنارة ويحصل خلاص مع مجيء الله.